كاميليا شحاتة زاخر تبلغ من العمر 25 عاما، تعيش في دير مواس بمحافظة المنيا جنوب مصر. تعمل مدرسة علوم بمدرسة دلجة الإعدادية ومتزوجة من تاد والسمعان كاهن دير مواس. منذ أقل من عام تقريبا تحولت كاميليا إلى أشهر سيدة في بر مصر كلها، بعدما أثير أنها هربت من منزلها على خلفية إسلامها وبعد تقديم زوجها بلاغا يفيد اختفائها. وخرجت المظاهرات القبطية في مقر الكاتدرائية بالعباسية تطالب بالكشف عن مصيرها، إلى أن تم تسليمها إلى الكنيسة وإعلان سبب هروبها بأنه جاء نتيجة لخلافات أسرية. وما بين حقيقة إسلامها أو هروبها من منزلها نتيجة لخلافات أسرية، بقي الوضع محل شد وجذب ما بين الكنيسة وبين من يطالبون بالإفراج عنها من جانب الكنيسة التي احتجزتها بسبب إسلامها. دي حاجة. تاني حاجة ان انا في المدرسة دي من سنة واحدة بس، من اقل من سنة، هي السنة الدراسية اللي فاتت دي. حتى زمايلي انا كنت لاخر السنة ما كنتش اعرف اساميهم، يعني ما كنتش متعرف عليهم التعرف الكامل، بحيث ان انا اعمل حفلة وسطيهم. مش عارفة هما جابوا الكلام منين، انا مستغربة، يعني مش عارفة هما ازاي اخترعوا القصة دي، او اخترعوا ان انا ليا سنة وسنة ونص شوية، وهيقولوا ان انا اسلمت وانا طفلة صغيرة. وبعد مرور عدة أيام على نجاح الثورة، ظهرت قضيتها مرة أخرى على السطح بعد تظاهر المئات من التيار السلفي في مصر لمطالبة الكنيسة بالكشف عن مصيرها، وأيضا مطالبة المجلس العسكري والحكومة بالتدخل في الأمر. ربما ستحل الأزمة وربما ستزداد تعقيدا، لكن من المفترض ألا تثار البلبلة في وقت حساس تمر به البلاد. فكروا في مصير مصر الآن وليس كاميليا. صراحة أنا نفسي ومنى عيني تكون دي آخر مرة نتكلم فيها عن السيدة كاميليا شحاتة، وحتى المرة دي إحنا هنتكلم عنها أساسا من باب مش بس إنها مواطنة مصرية بالغة عاقلة راشدة حرة، لكن كمان من باب إن الثورة اللي تمت النهاردة يدوب 100 يوم ما زالت في خطر، الفتنة أشد من القتل، وأكيد ما فيش حد من مصلحته النهاردة إننا نتفرق ونتفرفط وما تقوم لناش قومة، يعني لا قدر الله. فاسمحوا لي في البداية أرحب بضيوفنا الدكتور حسام أبو البخاري، الناطق الإعلامي باسم ائتلاف دعم المسلمين الجدد والمسؤول الإعلامي عن قضية السيدة كاميليا، الأستاذ علاء علم الدين المستشار القانوني للائتلاف، الأستاذ نجيب جبرائيل رئيس منظمة الاتحاد المصري لحقوق الإنسان والمفوض رسميا حسب تصريحه المنشور في الصحف في قضية السيدة كاميليا، الكاتب الصحفي الأستاذ نبيل شرف الدين رئيس تحرير شبكة الأزمة. برحب بحضرتك أستاذ نجيب. خليني أبدأ مع حضرتك بالتفويض، لأنه حضرتك أعلنت أنك مفوض رسميا بتوكيل مذكور رقمه بالزبط. فده معناه بالنسبة لنا ضمنا أن حضرتك عارف مكان السيدة كاميليا شحاتة، والدليل أنك قلت أنها بتعيش حياة هادئة مع زوجها الكاهن ومع ابنها، ومع ذلك المحضر لما راح يعلنها بمعاد الوصول أمام النيابة رجع قال البيت مقفول وبشهادة الجيران. وليس بالضرورة أن يعلم المحامي مكان موكله. دائما وأبدا القاعدة القانونية أن الموكل يذهب إلى مكتب المحامي ولا المحامي يذهب إلى مكان موكله. من عشان كده أنا قلت بدليل أن حضرتك قلت أنها بتعيش حياة هادئة مع يعني ابنها ومع زوجها. التقينا بها أو التقيت بها، شفتها هي وجوزها وابنها مبسوطين مسرورين متهنيين، فيش أي مشكلة بالنسبة لهم إلا اللي بيسمعوه واللي بيشاهدوه على شاشة التلفزيون والمظاهرات واغتيال سمعتها وحياتها الخاصة وحرمتها الخاصة. دي الصورة دي من إمتى يا أستاذ نجيب؟ من حوالي 15 يوم تقريبا، يعني أو قبل العيد بحوالي 10 أيام تقريبا. يعني في المنيا ولا فين؟ لا مش يعني مش في القاهرة طبعا. ما أنا بقول لحضرتك كاميليا شحاتة بتعيش حياة مستقرة هادئة قانعة تعتز بديانتها المسيحية، لدينا قاعدة مع جوزها الكاهن. هتمثل قدام النيابة، هو ده اللي يعنينا. شوف أقول لحضرتك حاجة، أولا النيابة العامة أنا كنت موجود مبارح مع المحامي العام في نيابة وسط، النيابة لن تتعرض إلى مسألة العقيدة مطلقة بالمرة، لأن العقيدة دي مسألة خاصة بين الإنسان وربه، وأيضا الدستور المصري كفل في المادة 46 كفالة حرية العقيدة لكل مواطن مصري، وبالتالي مسألة إن هي مسلمة أو مسيحية لن تتعرض النيابة العامة ليها إطلاقا. النيابة العامة بتحقق في واقعة فيما أبلغ به البعض من إن هي
تم القبض عليها او تم اسرها او تم منعها الى اخره. فالحقيقه انا عاوز ادلل بكلمتين صغيرين. اتفضل. يعني هذا الوضع يعني اذا اذا كاميليا شحاته مجني عليها حسب توصيف النيابه العام. ليست شاهده وليست متهمه وانما مجني عليها. طيب المجني عليها لما واحده اتخطفت او اسرت او منعت، من له المصلحه ان يبلغ عن هذه الواقعه؟ الذي له مصلحه ان يبلغ عن هذه الواقعه اهليتها. طب ما فيش حد بلغ عن اهلها عنها ان هي مخطوفه ولا مأسورة ولا محجوزه. الامر الثاني والاهم، كيف ان كاميليا شحاته احتجزت وان منعت وان مأسورة وذهبت الى الشهر العقاري في قلب العاصمه بمفردها وصارت في اجراءات عمل استصدار توكيل ليا رسمي وراحت الخزنه ودفعت الرسوم وانا شايف التوكيل حتى من الموثق مسلم الديانه اللي وثق لها وختم ومضت في الشهر العقاري التوكيل ده مع حضرتك؟ اه طبعا. وطيله المسافه منه جماعة. اه حاضر. وطيله المسافه بين بيتها او بين محل اقامتها الموجوده فيها وتواجدها في الشهر العقاري، واني ما فيش اطلاقا يعني ما يمنعها اذا كانت هي يعني مجبره او مكرهه او الى اخره، كانت تستغيث حتى بالموظفين المسلمين الموجودين بيها، كانت راحت الازهر، كانت راحت اي مكان. اذا هذا دليل قاطع على ان كاميليا شحاته غير مأسورة وغير محجوزة. بس هي فين امضتها يا استاذ؟ هي دي ده صوره، دي صوره من صوره من ومعي التوكيل توكيل الأصل. رسمي عام في القضايا، رقم 1735 لسنه 2011 4 2011 بتاريخ 13/4 2011 مختوم بختم النسر طبعا. بس فين امضتها؟ انا مش شايفه. لا ما بيمضوا في الدفتر، من التوكيل دائما وابدا بيمضوا في الدفتر، او في اصل التوكيل بيتعمل من ثلاث نسخ. الاصل العام بيحفظ في الدفتر، ثم صوره رسميه، ثم صوره رسميه تعطى لصاحب الشقه. طب يعني الموكل، أيوه. الشاهدان، الموثق، ما دي ما هيروح يسالوا عنها، مفيش مشاكل التوكيل، محدش فيهم ماضي يعني، مش لا بس مبارع. لا ده توكيل رسمي معروف يعني. طيب الامر معناه هقول لحضرتك، اذا كاميليا شحاته حره طليقه، ثم ان انا عايز افهم يعني ليه الاثاره بتاعت، انا عاوز افهم ايه الاثاره؟ واحده تعتنق كيفما تشاء، مسلمه مسيحيه، انا ايه يعني ايه دخلي في هذا الشان؟ طب عشرات البنات المسيحيات، بس احنا ما يعني لا يعني عشرات البنات المسيحيات بيأسلموا، لعملنا مظاهرات يعني في ماريال وكريستين 14 سنه قعدنا نبحث عنهم ثلاث سنين امهم وفي الاخر ظهروا محجبين وكنا قُصر والزواج باطل. لا عملنا مظاهرات ولا عملنا احتجاجات ولا حوطنا الكاتدرائيه. وانا عاوز بس يعني اوجز في نقطه صغيره، الكنيسه دي قضيه مدنيه بحته، الكنيسه ليس لها صله من قريب او من بعيد بهذا الموضوع اطلاقا. طب انا عايز اقول حاجه صغيره، اذا كان هناك وقعه اختطاف، طب ما احنا بنبلغ عن وقعه الجمل وبن وقعه القتل في المتظاهرين، يروحوا شوف مين اللي خطفوها وروحوا اللي يشتكوا ضباط مين اللي خطفوها ويقولوا. طيب استاذ انا دكتور حسام انا جايه لك حالا، بس السؤال التوكيل ده علشان تعمل ايه؟ توكيل قضائي في اقرار قضائي بيبيح الموصول بالاقرار نيابه عنها، دي مجنى عليها ليست شاهده ولا مشكو في حقها. يعني ده معناه نفهم ضمنا انها مش هتمثل قدام النيابه وحضرتك هتمثل بالنيابه عنها. مش كده، انا بقول صفه التوكيل، لكن كونها تمثل او لا تمثل، لا املك هذا القرار ولا احد يملك هذا القرار، وانما هي تملكه لوحدها. طيب دكتور حسام، الاستاذ نجيب بيقول انكم مالكوش صفه في في الابلاغ عن اختفائها او احتجازها، وانه الحق ده حق اهلها. ودي ده السؤال الاول. حضرتك عايز الاستاذ علاء يرد ولا بس اعلق على كلام الاستاذ نجيب؟ ان هو الكلام كل كلام الاستاذ نجيب ده لا قيمه له عندنا. لا بس عيب تقول ملوش قيمه، عيب تقول لا يعتد بالقانون، انا لك عيب تقول كده. ثواني يا استاذ نجيب، انا عشان انا اللي فندوا حضرتك. انا لا، هو طيب. دي ما فيهاش اساءه. لا انا حضرتك فند الكلام بدون ما توصفه، يعني ده رايك الشخصي. اتفقنا قبل الحلقه انه لا مقاطعه سواء من حضرتك او من ولا قذف ولا سب. استاذ نجيب ثانيه واحده بس، تسمحك دكتور حسام عشان مش هقطعك تاني ابدا ولا هسمح لحد يقطعك. ولا هو يقاطع، انا بقول لا هقطعك ولا هسمح لحد يقطعك، بس خلينا نتفق كده على مبادئ اساسيه، انه مفيش اي توجيه لاي اساءه شخصيه. طبعا مفيش اي اساءه. فند كلامه زي ما حضرتك عايز، سواء الصور او سواء التوكيل او كل ده لا اهميه له عندنا على الاطلاق. لماذا؟ لان احنا بنتكلم بوقائع حدثت فعلا طبقا لتحقيقات النيابه، طبقا لوثائق امن الدوله،
المكتشفة في إدارة مدينة نصر التي تقول إنه بشأن إنه هذا الأمر بشأن قيام المسيحية كاميليا شحاتة زاخر زوجة راعي كنيسة ماري جيرجس للأقباط الأرثوذكس بمركز دير مواس محافظة مية بترك منزل الزوجية عقب تصاعد خلافاتها مع زوجها والتردد على مشيخة الأزهر لإشهار إسلامها. تحقيقات النيابة أثبتت طبقا لشهادة الشهود إنه شهادة دي شهادة الأستاذ أشرف عبد العاطي موظف الإشهار بالمشيخة يقول ده نصه أنا سألتها إذا كانت مقتنعة باعتناق الدين الإسلامي وهي أجابت بأنها مقتنعة لأن الدين الإسلامي هو دين التوحيد وبقية الكلام. تاني حاجة شهادة الشيخ سعيد عامر يوم 6/4 الماضي انه الشيخ سعيد عامر هو امين لجنه الفتوى ورئيس لجنه الاشهار بالازهر بس هو انه هي شهادته الاولانيه ما كانتش كده. شهادته الاولانيه طبعا تحسب على نظام ما قبل أيوه ثوره 25 يعني غير اقواله لا ثواني بس انا ماليش اي علاقه بكلام في الجرايد او كلام على مواقع الانترنت. انا بتكلم على تحقيقات النيابه. الشيخ سعيد عامر شهادته الاولانيه كانت ما فيش شهاده اصلا ما فيش تحقيق اصلا مره المسؤول فيها في النيابه وادلى بالشهاده ان هي بالفعل واقسم واقسم نعم واقسم ان هي جت بالفعل وكانت مقتنعه بالاسلام ولكن التعليمات من جهاز مباحث امن الدوله لا يوثق لها اشهار اسلام نظر لأنها زوجة كاهن والدكتور هكمل يعني ديت شهادة صريحة وواضحة. لو سمحت ما تقطعنيش خالص نجيب بعد إذنك. لو سمحت ما تقطعنيش خالص ضعف منك لا حضرتك لازم تدير الحوار بحذر هو بيحاول يغطي على الدلائل والحقائق النيابية. استاذ نجيب بس تسمحك لأن أنا من الأول قلت ما حدش هيقاطع حد. أنا أعلق بس تفضل يا دكتور حسام حقك في الرد مكفول. إذن تحقيقات النيابة وثائق أمن الدولة المكتشف في إدارة مدينة نصر اعتراف الأنبا غابيوس وفي تسجيل المدي للمعد اعتراف الأنبا غابيوس أنه تم عمل غسيل مخ لها من قبل زمايلها المسلمين وأن هم الآن هي في مكان تعلمه الكنيسة وهي اللي استلمتها وأن هم بيزبطوها. طيب مين الأنبا غابيوس مطران دير مواس. طيب احنا معانا يا جماعة التسجيل ده حضرتك سلمته لهم برا. طب لو ممكن يجهز. طيب استاذ علاء انا عايزه اجابه على اخر حاجه بس هقولها وهي تصريحات الانبا بشوي في المصري اليوم عدد 2285 15/9/2010 لما تكلم على الاخت وفاء قسطنطين. لا ده تصريحات الانبا بشوي ولما تكلم على وفاء قسطنطين وكمال شحاته قال ايه؟ قال انه ان هي ان وفاء قسطنطين لجأت للأمن وليس للأزهر وقالت للضابط أنا عايزة أكون مسلمة. ولما جاء الحديث عن كاميليا شحاتة قال إنه كل ما استطيع قوله أنها صورة متكررة من قصة وفاء قسطنطين. إذن عندنا حقائق. طيب لا أنا بس قبل دي لا معلش ثواني يا دكتور حسين إنه تصريحات الأنبا بشوي منشورة في جريدة المصري اليوم. طبعًا. يعني دي تصريحات في جرايد. تصريح شيخ الأزهر منشور في جريدة الدستور. تصريح شيخ الأزهر دوت فدي تصريحات في الجرايد ودي تصريحات في لا طبقا للسياق إنه تم الضغط من جهاز أمن الدولة على المشايخ لعدم الإجراء. هم قالوا كده. أنا بقول إنه التصريحات دي في جرايد والتصريحات دي في جرايد. لما حضرتك تجيبي لي تحقيق من النيابة مع الأنبا بشوي بينفي فيه الكلام ده يبقى عندك حق. أنا دلوقتي في تصريح للشيخ سعيد عامر قبل ثورة 25 يناير وفي تصريحات في النيابة. ده الشيخ الأزهر مش للشيخ سعيد عامر. لا التصريح اللي في الدستور للشيخ الأزهر. ما خلاص ما القضية قتلت خلاص. طيب. أستاذ علاء أنا عايزة رد قانوني على فكرة إنه إنكم مش دي صفة. الصفة هو بداية إحنا بنقول إحنا أول مرة بنسمع هذا الكلام من أستاذ محامي مشتغل بالقانون لفترة طويلة إنه يسأل عن الصفة في التبليغ عن الجرائم. شيء في منتهى العجب. أنا هذكر مثال يقرب الصورة لحضرتك وللسادة المستمعين ويدلل على وجه الاستغراب بتاعي. لو حضرتك ماشي في الطريق وبعدين رأيتي سيدة بتسير في نفس الطريق اللي انت بتسيري فيه وبعدين حضرت السيارة نزل منها بعض المسلحين واعتدوا على هذه السيدة واقتدوها في هذه السيارة إلى جهة ما كل اللي انت قدرت تعمله ان تاخدي رقم السيارة دي. السؤال اللي بطرحه لحضرتك بطرحه للسادة المشاهدين الآن هل لك صفة في الإبلاغ عن هذه الجريمة التي رأيتيها ولا لا؟ أنا شاهد في الحالة أنت شاهد ممتاز. إذن من رأى وقوع جريمة
واجب عليه يبلغ طيب ان يشهد شفتوا حاجه بعنيته وان يبلغ عن ذلك. انتوا شفتوا حاجه طبعا يعني ايوه الكلام عندنا شهود. استنى لا استنى بس دي واحده. مين اللي ابلغ يا فندم؟ مين اللي ابلغ عن هذه الواقعه؟ الائتلاف. لا يا فندم الشاهد يا الشاهد اللي تم القبض عليه مع كاميليا شحاته في السياره. ثواني انا ما اتكلمتش. لا 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 كده لا لا كده انا هنقوم من هذه الحلقه زي مش هينفع الكلام ده اللي حصل يا فندم. اعترض مره اخرى احنا هنقوم من هذه الحلقه. انا هستسمح لم احد يقاطعه ولا مره. انا لسه بقول حضرتك لا 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 انا هستسمح حضرتك ما يتكلمش خالص. ما يتكلمش خالص دكتور حسام. انا بستسمح حضرتك تعمل لي شويه قيمه على الهواء. لا والله العظيم. اتفضل يا استاذ علي. يا فندم قاطعناهوش. اتفضل يا استاذ علي. استاذ نجيب استاذ نجيب ارجوك ما تجيبليش الكلام. يهمنا المستمع اللي موجود في بيته انه يفهم مدى استخدام القانون استخدام سيء وتوصيل معلومات خاطئه للناس. ان الشاهد اللي راى الجريمه ليس من حقه ان يبلغ عنها. اللي قام بعمل هذا المحضر هو مفتاح محمد فاضل ابو يحيى اللي تم القاء القبض عليه صحبه السيده كاميليا شحاته بعد ان حيل بينها وبين اشهار اسلامه في الازهر الشريف بتعليمات من جهاز مباحث امن الدوله. وفي الحاله دي هو ذي صفه. هو ذي صفه طبعا. وغير كده كمان الابلاغ عن الجرائم قد يكون واجب في القانون. عندنا ثلاث مواد في قانون الاجراءات الجنائيه بتحكم الابلاغ عن الجرائم. الماده 25 من قانون الاجراءات بتقول لكل من علم مجرد العلم حتى لو مش شاهد حتى لو لم يرى بعينه تقول لكل من علم بوقوع جريمه ان يبلغ النيابه العامه. ولا يقال له فين التوكيل اللي معاك اللي يخول لك ان تبلغ عن هذه الجريمه مجرد العلم. الماده 43 من قانون الاجراءات الجنائيه لكل من علم ان شخصا ما محبوس في جهه لا يجوز ان يحبس فيها او محبوس بغير امر قضائي ان يبلغ النيابه العامه عن ذلك. وينبغي على النيابه العامه ان تبادر الى ان تنتقل الى المكان الذي قيل ان فلان محتجز فيه حتى تحقق في هذه الواقعه. الماده 26 من قانون الاجراءات الجنائيه بتوجب على الموظف العام الذي علم بوقوع جريمه ان يقوم بالابلاغ عنها. وده اللي قام به الموظف اللي هو الاستاذ اشرف العضو لجنه الاشهار المختص في الازهر الشريف اللي قال ان السيده كاميليا شحاته جت قدامي كلام في تحقيقات رسميه مش كلام جرايد. جت قدامي وتحققت يقينا انها راغبه في الاسلام ونطقت امامي الشهادتين وهذا في حد ذاته يكفل أن نحكم لها بالإسلام لأن معلوم من الإسلام يثبت للإنسان بمجرد نطق الشهادتين لا يحتاج إلى وثيقة. الوثيقة مجرد أداة أو وسيلة من وسائل الإثبات فهي لا تنشئ واقعة الإسلام ولكن تثبتها. طيب هو حق الرد مكفول تماما للأستاذ نجيب في الرئيس بعد الفاصل. أنا بس ما كملتش كلامي للأستاذ نجيب. وهنا في سؤال في سؤال مهم. أنتوا القضية دي علشان تثبتوا إن كاميليا شحاتة مسلمة ولا علشان تدوا لكاميليا شحاتة الحق في إنها تختار وتعيش حياتها دلوقتي ولا بعد الفصل؟ اختيارها الحر بعد الفصل. معلش هتاخد دقيقة واحدة بس.